السلام عليكم. اليوم ان شاء الله السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نتعرفوا على واحد نوع من الحلويات المغربيه تقليديه بزاف، سميتها مشيميشه بالكوك. اليوم مع الشيف خوله غادي تعرفوا على المقادير وعلى طريقه التحضير، وعلى بركه الله غادي نبداو. غادي نحتاجوا نص كيلو ديال الدقيق الابيض، غادي نحتاجوا مربى المشمش، مبشور جوز الهند، 250 غرام ديال الزبده، الزبده العاديه يعني ديال البقر، 250 غرام ديال سنيده، 3 ديال البيضات، هذا سكر سنيده. غادي نحتاجوا شويه ديال مسحوق فانيليا والبيكنج باودر والملحه وشويه ديال الزيت النباتيه، وغادي نبداو طريقه التحضير ان شاء الله. اول شيء غادي نبداو بالزبده، كما سبق ليا وشرت ليه 250 غرام، 250 غرام ديال السكر، قبصه ديال الملح، وبسم الله. وغادي نبداو نخلطو. هذا النوع من الحلويات كيبغيوه الدراري الصغار بزاف، وهي فرصة أنهم ياكلوا لينا الجوز مبشور، جوز الهند، لأن بزاف ديال الدراري ما تيبغيوش. ممكن نستعملوا فيها لابودغ كاكاو اللي هي غبرة الكاكاو، غبرة مسحوق الكاكاو، حسب الرغبة. أنا اختاريت اليوم الفانيليا. بليز ايه كله ايه ثانك يو. ممكن نصوبوا هاد لاباتيسخي بيدينا، وممكن نصوبوها بالروبو اللي كيتواجد. غادي نضيفوا شويه ديال الزيت النباتيه، وممكن نضيفوا حتى زيت الزيتون، ماشي مشكل، لان اغلبيه الحلويات المغربيه كنحطوا فيهم شويه زيت الزيتون باش نحاولوا ناكلوا الحاجه اللي هي صحيه وبنينه ولذيذه. شويه ديال البيكين باودر، تقريبا واحد معلقه صغيره، 5 غرام. خلاص، وكنخلطوا مزيان حتى تينسجموا العناصر مزيان، ومن بعد كنضيفوا الدقيق. خص يكونوا العناصر منسجمين مع بعضهم. كاينين عدة طرق باش كتحضر هاد الحلوى. ممكن نبداو في الاول بالدقيق مع الزبده ومع السكر سنيده، ونبسسوه مزيان ونجمعوه بالبيض، وممكن نديروا هذه الطريقه التقليديه المغربيه اللي درت انا دابا. هذه كتبقى طريقه في الطريقه فرنسيه، وهذه كتبقى الطريقه التقليديه مغربيه.
غادي نخلطوا دابا بالدقيق حتى نحصلوا على عجينه تكون متماسكه. إذا كان عندنا الوقت ممكن نخليو العجينة واحد 10 ديال الدقائق في الثلاجة حتى كترتاح باش كتجي مزيانة، لأن قداش ما ارتاحت كتعطي واحد النتيجة مزيانة. كما كنشوفوا العجينه راها مزيانه، دابا فقط خاصها ترتاح شويه ونبداو نخدموها. غنحطوها في الثلاجة تقريبا واحد 5 ديال الدقائق ونواصلوا العملية. غنتسناو عليها تقريبا واحد 5 ديال الدقائق في الثلاجه ومن بعد غادي نخرجوها باش غادي نقادوها. شكون في الشباب اللي غادي يدخل يساعدنا اليوم؟ تعالي تعالي تريدي تساعدي؟ تعالي من هير من هير هير بس تعالوا حيدي هذا حطيه هني اوكي. روحي غسلي يديك غسلي يديك استعملي برودوي اول باش تمسحيهم. غسلي يديكم غسلي يديكم. تعالوا بدون شغب طبعا اوكي بدون شغب اوكي. الله اكبر سيتي هكذا كذا بس استناو نجيب انايا العجينه باش نبداو الخدمه. غادي نديرو كويرات صغيورين ياك باش نتفقوا هو الاول اش غادي نديرو. حنا غسلنا يدينا دابا، دابا من بعد غادي ندهنوا يدينا بشويه ديال الزيت وغادي نديرو كويرات صغيورين وغادي نحطوهم هنايا كويرات متباعدين ما يجيوش وحده حدا وحده
حيت من بعد غادي ندخلوهم الفران. ياك فهمتوني شنو قلت؟ ايوا شي دونت هي تكلم ترجمي ليها. قول لهم يكوروا دوك الكويرات صغيورين مزيان وحطوهم كور صغيره. اوكي حطوهم في الصينيه. حاولوا تسووا بنفس القياس. يلا بدون شغب. اوكي ممكن غسلي يديك روحي. هات العجين والزيت بس. اذا في زيت حطوها هني. الزيت جد؟ ايه. اوردي اولي اول؟ ايه اولي اول اللي صنع ده هادي. ايه بس اوكي بلعتو. غادي دوني يديكم هي بشوية زيت انت غير نقيطة هكذا هكذاك. هي بردات شويه بلاتي نوريكم انا وحده ومن بعد نتوما ديروا نفس الشيء اللي غادي ندير انايا. اوكي شوفوني اش كندير. غتصنتوا شويه غتسمعوا الكلام. يلا ها نتوما ديروا بحال هكا. ما يكونوا كبار هما راه بعدين حنا بنلصقهم. اي حلو مو مشكل بس تكون صغيره. عليكم السلام. غادي نترجم ميك ذم سمول بولز. اوكي دونت ميك ذم ميس بيكوز وين وي ار دان وي ويل بوت ذم توغيدر. اوكي سو ليسن تو هير. هذه كبيره غيريها غيريها. اتس ا بيج. ما تكون كبيره بزاف ما تكون صغيره بزاف. ها انتم شوفوا استنوا انا بحط لكم القياس الحين هني مثل هذه كبيره. مين سوى هذه؟ لا تسووا الاخطاء. صغيرة هذيك بزاف. هاك انتوما اللي هني وحطوا في هذا حطوا في هذا الصف. اوكي يلا انتوما لهاد الجهه. يلا وريوني نشوف بدون كلام ما اسمعكم. يلا حطوهم في نفس المقاس. هذيك كبيره شوي كبيره. غيريها ولا نضيع وقت بسرعه. حلوه انت شوفي كوريها زين باش ما يكونوا فيها تعرجات. شوفي هذيك شفيها مو حلوه. هذه صغيره بزاف. هذيك حلوه انت بتسويهم انت شطوره والله انت شطوره. يلا ايه حلوه. لازم تحافظوا على نفس القياس. الله يرضى عليكم. هذه صغيرة غيريها غيريها مو مشكل غيريها. حلوة حطوهم وحدة متباعدة على الثانية باش ما يلصقوا في الطياب. هما بيتنفخوا شوي. هذه صغيرة هذيك صغيرة غيريها. من سوى هذي؟ أنتي؟ ومن سواها؟ غيروها هذي صغيرة بزاف.
حلوة حلوة. هذه كبيرة، هذيك كبيرة، هذه كبيرة، شيلوها. على اي درجه حراره هذا؟ تحت وفوق. فوق وتحت. لا ديس كوك. لا لو كوك هذا. هذا اوف. هذا اب اند داون دونوں بھی چاہیے. اوكي. انا دروان. Put that inside. ايه. دابا غادي نحطوها طيب على درجه حراره 280. وطبعا هذا الفران راه كيفرق الحراره، يعني احسن شيء فقط نخليه غير الطياب يكون غير من التحت. بنكمل بنكمل بس وقف بنكمل. يلا يلا بنكمل. بركه من الشغب، الشغب بزاف اللي شويه بس شوي. يديك نقيين، حطوا الزيت كيف وريتكم. لا بس 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 تعرفين انت والله مشاغبه. قلت لكم بس هيك ونحط شوي، مو نحط الخمسة أصابع. شو تريدين نسوين كسكس؟ يلا ايه سم هذا. يلا يلا اشتغلوا الشطورات، يلا وروني شطارتكم. في القص. جيب 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 القص. يلا يلا حطوهم حطوهم، بعدين بنرتبهم على الصينية مو مشكل. انتوا اللي جنبي اشتغلوا معي وخلوا البنات في الناحية الثانية. لا 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 حطي على الصحن. Thank you. حطوهم متباعدين. على الترتيب. يلا.
تعرفوا ما بندخل للمطبخ هيك بالشعر هيك بنجمع شعرنا وبعدين بندخل المطبخ ايوه ونغطيه لان الشعر بيسبب كثير مشاكل بالجهاز الهضمي لازم دائما يكون مغطي بالمطبخ يلا 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 لا تضيعوا لا تضيعوا حطوا رتبوا رتبوا زين هيك غلط بلاتي استني انا ما في سباس كثير شوي 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 الله يرضى عليكم شوي شوي هاك ها العجينة ها يلا كملوا 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 رتبوهم زين رتبوهم زين هيك هيك الله يرضى عليك هيك بس خلوا فين تحطوا صف ثاني يلا لا تحطوا لي سباس كتير يلا 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 بسرعة 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 بس درجة الحرارة مور زين فينيش خلاص حطوها هني تعالي تعالي ارفعي هذه اللي تخينه شوي واحده فيهم لا لا هذه كل جنبها لا لا غيروهم يلا حطوهم على نفس المقاس يلا شوف يلا هالحين استنوا شوي بعدين انا اطلع هادو من الفرن عشان نلزقهم بالمربى ونحطهم على البودر تبع الكوكو جوز الهند يلا تعالوا هني ابعدوا عن الفرن الله يرضى عليكم ابعدوا عن الفرن هيك ابقوا كلكم كلكم هني ارضى بس شويه وقت بس ونستعملهم ابعدي عن الفرن تعالي هني ابعدوا عن الفرن الله يرضى عليكم اسمعوا الكلام لسه شوي 5 مينوت فوق وتحت فوق تحت 180 ايه زين ايه زين ايه شوي بس ايه 5 مينوت 5 مينوت ايه
No, 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 no. كيف؟ لا لسه لسه. وقفوني وقفوني. بلاستيك اللي من ديالك فهمتيني ما تيفرقوا لهم ولكن تغسل واحد كافي عاد كافي زعما ديكو قدام الناس راه غير على قدام الناس دابا راه ما يخليو لك البراش والو غادي نحطو هنايا الكوكو داك عرفتو اش غنديرو دابا بعيد عن الفرن كحازه شوي غادي نشعلو على هاد لا كونفيتور المربى ديال البرتقال باش غادي يسخن مزيان زدنا ليه شويه ديال الماء شوي 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 الحلوة شو اسمك؟ لجاي شو اسمك؟ لجاي لجاي غنتسناو على لا كونفيتور باش تسخن شويه حنا ضفنا عليها شويه ديال الماء اللي موجود الا ما موجودش ما زهر نقدروا نضيفوا غير الماء عادي
جاي جاهز بس. ما بقينا لحيت سخون هنايا او ما تحط على هاد الجهه يلا جيب هذه هنا طالعه يلا دابا نورمالمون خصنا نحطوا هاد القطع ديال الحلوه فوسط لا كونفيتور ومن بعد كندوزوهم في شي يقولي ليه يعني الوصفه كتكون بحال ما هكا كتجي بحال هكذا هادي كتسمى مشي ميشه بالكوك لكن طبعا كاينين تبارك الله الوليدات كثر غادي نديروهم دابا غير وحده وحده وغادي يجيو هكا لكن في الاصل تتكون المشيميشه بالكوك بهذه الطريقه جوج حليوات صغار تيتلصقوا بلا كونفيتور وكيتونغوباو في هذا الجوز مبشور جوز الهند لكن كما سبق لي وشرت ليه باش يكفي لينا الوليدات الصغار غادي نحطوهم كلشي هكا عندك سخون عليك سخون يلا انا بعدين انا بحطهم على المربى لانه سخون وانتم بتسووا العمليه واحده واحده مو كلكم كل واحده بدورها شو قلتوا
تسمعوا الكلام؟ يلا بالدور أولهم تعالي يلا. أنا بحطها بتدوريها هيك وبتحطيها هني، فهمنا؟ يلا واحدة واحدة بالدور. بسرعة لا تخافي منهم. اي بذكركم الحين عندنا تقريبا 300 غرام ديال الزبدة، 300 غرام ديال السكر سنيدة، 3 البيضات، طريقة تاع الملحة، ولا بودغ فاني، وغادي خصنا نص كاس ديال الزيت، ومن بعد كنجمعوا بالدقيق نص كوب. خلاص انتي غسلي يديك، روحي غسلي يديك، تعالي. شفتيني شو سويت؟ باخذ بغطسهم هني وبعدين برفعهم بحطهم هني وبتدوري عليهم الكوك زين، جوز مبشور جوز الهند، وبتحطيهم. يلا نشوف الشطارة. بسرعة يلا ارفعي، شوف حطي، سوي لهم شوية، ياخذوا شوية كوك فيهم، فهمتي كيف؟ لا لا لسه الزيت مكبوبة بالفرن، لهذا بيعطيها البخار اويل. بسرعة عشان يلصق فيهم زين. سوسيهم هيك، لا مو هيك، شوفيني شو بسوي. هانت سوسيهم شوي وبعدين تحطي، فهمتي؟ يلا انا بسوي مرة ثانية. تعالي 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 بلت زيتي، سوي مرة ثانية عشان تفهمي زين. يلا مو مشكل، يلا هيك بس، روحي تعالي انتي. يلا كيف وريتك، لا تخافي. انت خلصتي؟ تعالي حطي الكوار صغيرة على الصينية. يلا يلا روحوا بسرعة، حطوا شوية زيت، شوية زيت في ايديكم. يلا ايه يلا روحي لني. يلا استني وين رايحة؟ خلصتي؟ لسه في شغل. يلا حطيهم، أنا بعدين بعطيكي واحدة تانية. يلا بسرعة البنات، يا بسرعة يا شطورات بسرعة.
بسرعة بسرعة بسرعة. قربنا نخلص بسرعة بسرعة. مو كبيرة. استني. سخون سخون تما تعالي لا تلمسوني شوفي الصينية سخونة الصينية سخونة هادو خيرة الفران حرارته ماشي هي هذيك يلا تعالوا عشان نخلص خلاص كملتوا عشان نحطها بالفرن انتوا عرفتوا نفس الطريقة ياك فهمتوا الحين يلا بسرعة 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 شوف والله شطورات برافو عليكم برافو برافو عليكم خلصتي انا جايه الحين لا لا استني استني هذه سخونه لا تلمسيها ثم شطورات شطورات وبتسمعوا الكلام يلا الثانية كيف قلنا نشتغل بالدور يلا يا شطورة نشوف يلا بسرعة حتى حتى صباغه بس ليش
حبيتيها؟ اوكي يلا استني اضيفك. شوي 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 one minute. يعني لو ماما صوبت الحلوة تساعديها. أوكي. البنات حلوات. ما شاء الله. تشو؟ شو تسوي؟ عيوني انحرقوا يا أخي. بس 10 مينوت 10 مينوت. إيه شو شو هالعذاب؟ طبعا تفضلوا البنات الصغار احتكروا الاحتكار. يلا خلوا البنات يساعدوني شوي وروحوا اغسلوا ايديكم ومشكورين وما قصرتوا. يلا روحوا روحوا. حتى هادو يساعدونا شوي. انتم بنات صغار وهم بنات كبار. بذكرهم بذكرهم. بس روحي انا باجي. تفضلي. باش نذكركم بالمقادير، تقريبا عندنا 300 غرام ديال الزبده، 300 غرام ديال السكر سنيده، داك السكر المفتت، طريقه تاع الملحه، شويه ديال الملحه، لا بودغ فاني، نص كاس ديال الزيت، وكنضيفوا عليها ثلاثه ديال البيضات، وكنخلطوا العناصر مزيان، وكنجمعوهم بالدقيق، هادشي اللي كاين، درناهم كويرات صغار. نورمالمون هاد الحلوه كتسمى مشيميشه بالكوك، كتجي وحده على وحده كيتلصقوا بهذه الطريقه وبلا كونفيتور، ومن بعد كيتونغوباو في هذا في جوز الهند، مبشور جوز الهند. لكن لان تبارك الله كما كتشوفوا كاينين الوليدات الصغار بزاف، فضلنا باش نستعملوهم هكا باش كل واحد تكون عنده الامكانيه انه يذوق. دابا غادي تسويو نفس الطريقه اللي كندير انا، غتحطوا هادو هنايا، وحده دير هذه العمليه والاخرى دير العمليه، وخلطيهم مزيان ومن بعد رفعيهم وحطيهم تما. بقى 15 دقيقه شوي سالي ياك الناس يذوقوا. اوكي تفضلوا. ايه تفضلوا. ايه ما عنديش مشكل، حطوني باش الاخرين يبداو يذوقوا. محمد خذ لها صوره ومن بعد خذ لها صوره عاد البراد ديال الشاي هني. خذ الصوت. يشربوا مزيان لا كونفيتور ياك. الله يعطيك الخير. بس 5 دقائق وهادو يكونوا جاهزين وكملوا نفس العملية. أعطيهم مزيان الكوكو. طيبة. الله يحفظك. Can you explain English what you do? No problem. What you doing? Can you explain? You understand English? No. وينو محمد؟ محمد محمد
محمد تعال اختار جملة تريد المقادير بالإنجليزي. مش هي اسمها يعني بالمغربي مشيميشه بالكوك نسبه الى المشمش لان فيها مربى المشمش. يلا اتس اوكي خلصنا. Thank you, thank you. تبارك الله ربعة ديال الزبدة شحال ولدات؟ خلاص وين وصلتوا؟ بسرعة 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 بسرعة. شاي مغربي مع شاي؟ مع شاي ايه مع شاي مغربي. يلا 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 على الساعة 4 إن شاء الله إن شاء الله. صافي ارفعي يوم الحين خلاص يكونوا شربوا يا شيخ. يلا كنتم مشاهدنا الآن مع شيف خولة عيسان من المغرب قدمنا لكم مشيميشة بالكوك وكنتمنى يعني تنال الإعجاب ديالكم ويكون تذوق ديال الأطفال يكون رائع إن شاء الله وتحياتي لكم وشكراً.